تعالوا نشوف تقرير للدكتورة مرام نبيل خبيرة التغذية الرياضية بتوضح لنا فيه إزاي ممكن الرياضي يحافظ على جسمه في الفترة الحالية. مشكلة الفترة دي طبعا ربنا يعني يعديها على خير للجميع، إن الرياضي تمريناته قلت جدا وقعد في البيت فقل المجهود البدني وبدأ كمان إنه يأكل بطريقة مش منتظمة. طيب ده أضراره إيه للرياضي؟ أول حاجة إن ممكن مع لخبطة الأكل إنه يتعرض لنقص في الكتلة العضلية، فطبعا نقص في الكتلة العضلية ممكن كمان إنه يكون دهون حتى لو وزنه ثابت على الميزان، فده بيأثر كتير جدا سلبا على لياقته البدنية اللي قاعد يشتغل عليها فترات طويلة. طيب حلها ايه؟ ببساطة خالص من غير أنظمة دايت ولا حاجة، مجرد تنظيم في اليوم. أول حاجة هعملها إنه هيقسم وجباته بدل 3 وجبات كبار لخمس وجبات صغيرين، أكلنا يبقى منتظم وصحي، ونركز جدا في كل وجبة على حصة البروتين، إن يكون بروتين عالي الجودة ونركز فيه. وأنا ليه دايما بقول بروتين ده رياضي تحديدا؟ علشان أول حاجة البروتين بيحافظ جدا على الكتلة العضلية، تاني حاجة إنه هيقلل معاه الشبع، ودراسات كتير أثبتت أن البروتين في الدايت لما بيكون عالي بيقلل الكريفينج اللي هو النهم ناحية أكل معين، فده هيساعده جدا في الفترة اللي هو قاعد فيها في البيت أنه يركز على البروتين في كل وجباته، ويدخل بقى الألياف كتير قوي. الألياف هناخدها من الخضار والفاكهة، يشرب مية كويس جدا جدا جدا، لأن طبعا المية في الغالب بتتنسي لو جوه مش حر قوي، ودي هتحافظ كتير على معدل حرقه، ويعمل بقى تمرينات على حسب توجيهات طبعا الكوتش بتاعه. ممكن نعمل نظام ليوم الرياضي عامل ازاي. ممكن بيصحى في خلال ساعة من الصحيان بياخد وجبة الفطار. وجبة الفطار هتكون عبارة عن ايه؟ هتكون عبارة عن ربع رغيف لنص رغيف. العيش بقى نختار يكون عيش طبعا مش دقيق ابيض، عيش اسمر، عيش حبوب كاملة، عيش شعير، عيش شوفان. كل دي بتبقى نشويات معقدة بتقعد فترة كبيرة عبال ما بيتم هضمها، وبتقعد مشبعة فترة طويلة. ده بالنسبة للنشويات في الفطار. هياخد معها بروتين زي الفول، زي البيض. البيض يخليه بيض مسلوق، بيض مثلا أوملات ولكن بزيت خفيف جدا، أو ياخد شوفان برضو لطيف جدا مع كوباية لبن. طبعا هو لو عنده قابلية زيادة في الوزن نخليه لبن خالي الدسم. ممكن ياخد معاه شوية مكسرات كده، وجبة متكاملة وظريفة جدا وتشبعه فترة كبيرة. مش هنستنى بقى نجوع نفسنا ونيجي ناخد وجبة غدا كبيرة، لا، بعد ساعتين ونص على طول ممكن ياخد سناك زي كوب زبادي، زي كوباية لبن مثلا أو شوية مكسرات. يجي بعدها بساعتين ونص ياخد وجبة تانية، هي وجبة الغداء هتكون بروتين مشوي، ياخد معها طبق سلطة خضراء كبير. الرز بقى نتجه بقى شوية برضو للرز الأكتر صحة، يعني بدل ما هناخد الرز الأبيض العادي، لا، ممكن ناخد رز بسمتي، ناخد رز بني، ناخد الفريك، صحي جدا وجميل جدا وبيشبع بيشبع جدا. أو البدائل بقى زي البطاطس برضو تعتبر صحية. ده بالنسبة للنشويات اللي ممكن ياخدها على الغدا. وبعديها بساعتين ونص ياخد سناك تاني عبارة عن فاكهة، كوباية عصير فريش ما بين الغدا والعشاء. ويجي وجبة العشاء ياخد زبادي ومعه ثمرة فاكهة أو ثمرتين فاكهة على حسب طبعا وزنه. ياخد بيض مسلوق وسلطة. ما فيش مانع ان بعد العشاء لو جاع تاني ياخد شوية بولة فشار مثلا بدون زيت، او ترمس او حمص او شوية مكسرات. فكده على مدار اليوم هو بياكل بطريقة صحية، محافظ على معدل السكر، على نسبة السكر في الدم، مش بيجوع كتير، وفي نفس الوقت مش بيلخبط او مش بيسيب نفسه قوي للخبطة. كلنا محتاجين ننظم اكلنا على مدار اليوم لصحة الجهاز الهضمي. الناس اللي عايزة تزيد في الوزن بتنظم برضو اكلها، الناس اللي عايزة تنزل في الوزن او تثبت وزنها لازم تنظم اكلها. انما ان احنا نسيب نفسنا بدون اي مواعيد، ووقت ما نجوع بناكل او نجوع نفسنا فتره طويله ونيجي ناخد وجبه واحده كبيره، دي بتدمر جدا الصحه وبتبوظ خالص الجسم، سواء للي عايز يزيد او يقل. يعني حتى اللي عايز يزيد في الوزن ده برده مش بينفع. احنا بس هننظم اكلنا، نبعد عن الكريفينج الشديد اللي الناس دلوقتي فيه للحلويات. ما فيش مانع ان انا عندي كريفينج اخد. الناس اللي عندها كريفينج ديلي او كل يوم بيجي لها شعور ان هي عايزه حاجه حلوه، نخلينا في الحاجات اكتر صحيه. يعني خلينا الصبح معلقه عسل ابيض ممكن تقلل معاك شعورك باحتياجك للسكر، تمرتين ثلاثه ما فيش منهم مشكله، كوبايه كاكاو مثلا بلبن خالي الدسم، ولينا لغايه 4 معالق سكر ابيض على مدار اليوم ممكن تاخدهم. كل ما تحتاج حاجة تاخد من ده، تاخد فاكهة فريش، تاخد عصير فاكهة فريش بدون سكر، هيقل جدا شعور الحلويات اللي عندنا الفترة دي. وإن شاء الله ربنا يديكوا الصحة وتعدي إن شاء الله الأزمة على خير.